ساعات لا أيام تفصل حادث الهجوم المسلح في يثرب عن الهجوم الجديد، وهذه المرة في الضلوعية، حيث استشهد اثنان وجرح ستة من أبناء المنطقة بقناص إرهابي كمن لهم مستغلا الطبيعة الزراعية للمنطقة. هي نفس العملية تشابها بمال يثرب الضلوعية، نفس العدد الذكر بيثرب ثلاثة، ذكر العدد هنا ثلاثة، نفس العدد، ومصورة الكاميرا الحرارية موجودة، التصوير كاميرا الحرارية صوتهم يوم 31 انه باللي اللي يفترون ذاك المكان ثلاثة. راحوا للمزرعة عمامي اثنيناتهم عندهم مي، اتصلوا بينا بعد ساعة تقريبا، قالوا يعني واحد من عمامي قال الحقونا تصوبنا، ذهبنا لهناك صار رمي علينا ما قدرنا اي ما ننقذهم، ظلينا ساعة تقريبا بالقاع، احنا ساعة الى ساعة ونص ظلينا بالقاع، بعدها جتنا الشرطة اخذت الجرحى، استشهدوا عندنا اثنين وجرحوا عندنا ستة. اخويا واخويا الاخر واني بالسيارة ومن جيراننا، فلما وصلنا هناك لقيناه كمين، فبدا يرمي علينا بالقناص يضرب بالسيارة، احنا حدرنا من السيارة اختبينا بالقاع، خلنا وضع الانبطاح بالقاع، فبدا يرمي علينا هو بالقنص، يضرب التاير يضرب الجامع يضرب بالسيارة فوقنا، يعني ما جاء يقدر ينوشنا. فبهالسالفة جاء ولد يركض اللي هو يعني احد المنقذين، ضربها بالقناص برجله فوقع قدامنا، فسحبناه وشدينا لإسعافات أولية الرجلة. عشائر الضلوعية جددت موقفها ووقفتها ضد الإرهاب، مؤكدة جاهزيتها للمعاونة والوقوف مرة أخرى مع القوات الأمنية، داعية إلى تنسيق العمل الأمني ووضع خطط تتناسب وطبيعة هذه المناطق. وأهل الضلوعية كلهم جاهزين للدفاع عن الضلوعية، ويا ما شاركنا في معارك مكحول ومعارك الأنبار وكحشد وكشرطة، ووصلنا إلى الموصل، يعني الضلوعية جاهزة للدفاع عن العراق في أي مكان، مو بس دفاع عن الضلوعية. خرق أمني يتكرر وضحايا تتساقط بين شهيد وجريح، دعا تكرار هذه الأعمال الإجرامية إلى اتخاذ الإجراءات المشددة وتفعيل الأدوار الاستخباراتية بشكل يضمن حفظ أمن وسلامة المواطن. من صلاح الدين فراس الحسني، الصغير.